هاد الناس كيستغلوا هاد الازمه هادي، كاين الناس ما محتاجينش وكيديروا ستوك في الدور ديالهم، راه حشومه عليك ماشي اللي كدير، غادي نصلحوا واحد الازمه وغادي نخلقوا ازمه اخرى. منين تدير ستوك عندك راه الطلب والعرض هو اللي كيلعب في السوق، راه كاين شي مواد غذائيه غادي دير الثمن وما نقدرش نشروها، ما يشروهاش حتى الناس اللي ما وصلهمش الزنزانه. دابا المنتصف حدا دايره في كازا 300 درهم وديال 100 درهم، علاش؟ لان كلشي تاج لهاد المنطقه هادي، الناس اللي باقي كيشارجيو في الرباط وفي الدار البيضاء الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تمشوا اي بلاصه وتخوفوا فيها، راه كاين الناس كيديروا ستوك ونهار يعيط في السوق من هاد المواد كلشي يخلص الثمن، غنخلصوهم حنا اللي ما وصلناش الزنزان والناس اللي مصابين بالزنزان. ان انت ملي كدير لي السوك ديالك ديال المواد الغذائيه كتخوي لي السوق والطلب، راه دابا راه مرجان وشركات ما نذكروش غير السميات ديالهم راه خواو السلعه عندهم، داكشي اللي عندهم راه خواو. الا استمرينا 10 ايام في هاد الشيء راه مشينا بحالنا كاملين، غادي نخلقوا ازمه بازمه. اقسم لكم يمينا تاخذوا دانون ب 5 دراهم 6 دراهم، لان حشومه هادشي اللي كديروا غير اللي ناض كيعمر الطوموبيل ديالو. اي بيتي دير الخير الله يسخر لك، ولكن عرف فين تمشي. راه دابا حنا مشينا سيدي احمد علي في مزوده ولقينا الناس جايين من صويره من اليوسفيه، وحنا مشينا من هنا بزاف وما كاينش الناس تيقولوا الله يخلف سير شوف خويا راه مقطع به الطريق سير وصل ليه، ولا هو نيت يهز ديك البغله ديالو يوصل ليه، لا يدير السوق عنده في الدار. وهذا الشيء يكون على يقين غادي نخلصوا كاملين، حنا كاملين غادي نخلصوا هذه التبعه ديال هذه الازمه. يعني اخويا اش كتقول لهاد الناس هادو اللي كياخذوا ويعاودوا ياخذوا ويعاودوا ياخذوا؟ قلنا لهم اتقوا الله عز وجل، واش هذا الزنزال هذا الا ما خديتيش الطاقة عبره اش كتسنى بركان؟ واحد ملي كيموت حداك وما كياثرش فيه، انت كتشوف واحد جايب 300 كروميت 240 كروميت وجايب لك مواد غذائيه ونقص من الصالير ديالو باش يعطيك انت، وانت اخوك حداك كيتوفى حداك وما كتقدرش توصل ليه، وبالعكس كتتنحسوا كتدخلوا تلقى الطريق ثاني يتعرض لعباد الله اعطوني اللي محتاج. وكاين اللي شاد الدار ديالو مشقوقه داير لها شانديله مكاليها وداير خيمه على برا كيطلب بها، ورا يلاه نديك دابا عند الناس كاع ما عندهم زنزان والله اقسم لك يمين داكشي اللي عندك انت ما عندهمش هما. فين غادي بهذا الشيء؟ فين؟ راه غادي نخرجوا هذه البلاد هذه راه غادي نخرجوا عليها اقسم لكم يمين تنخلقوا واحد الازمه خايبه، راه كاع الناس ديال كازا كيشارجوا، راه الناس غادي تغلوا لنا السلعه تغلوا علينا الماس وهالبرد جاي. كاين الناس ما عندهمش زنزان راه يبغي يشري مونطا خاصها 6000 ريال 8000 باش يشري مونطا ديال 70 درهم، والسبب هو حنا ونزيدو نبكو ثاني نقولوا خاصها مقاطعه. خاص اش مقاطعه؟ مقاطعه ديال اش؟ راه حنا اللي خاصنا مقاطعه وشكرا.